ولذلك لا نستقبلوا الأخصائية النفسية الأستاذة رقية الهوري. صباح الخير أستاذة رقية. صباح النور بيم، أهلا بيك وبالمستمعين الأعزاء. مرحبا. اليوم ليلى رقيه غادي نتحدثوا على مشكله الثقه بالنفس، لان كثير خصوصا من الكبار اللي كيعانيو منها، ولكن راه تيكون داك الشيء منتر باليوم من الصغر، على ان الثقه بالنفس ما اكتسبوهاش منذ الصغر، هي اللي اثرت لهم على منين كبروا على شخصيتهم. تماما ريم، حنا كنقولوا بانه الثقه بالنفس زعما موضوع مهم، يعني في غايه اهميه، لانه مهم لبناء شخصيه قويه الانسان، لان حنا كنشوفوا من خلال يعني التجربه انه الاغلبيه الناس كيعانوا من هذا المشكل هذا، وكيكون كيأثر لهم على حياتهم يعني من الطفوله، وكمراهق مثلا، كشاب، كزوج، كمدير في العمل ديالو، يعني بزاف الناس، لانه الانسان اللي كيما كتكونش عنده ثقه بنفسه كيكون يعني غير فاعل، لا في الوسط ديالو ولا في المجتمع ديالو، يعني كيكون متردد، كيكون ضعيف الشخصيه، كيكون خجول، يكون منطوي، يكون خائف لانه يتكلم مثلا قدام الناس، لا دائما الناس مراقبينه، كيكون فهي كتكون سبب الفشل ديال العديد من الناس، وبالعكس الانسان اللي كتكون عنده ثقه بنفسه كتكون يعني سبب انه كيكون ناجح في حياته، لانه كيكون بحال كنقول زعما كيكون زعيم، يعني كيقدر يكون قائد، كيقدر يكون. فهنا كنلاحظوا بانه الانسان اللي ما كتكونش عنده ما كيقدرش ياخذ حتى قرار، اقل من قرار خصو يتشاور، خصو يعني يلجأ لشي حد اخر. كنقولوا ايضا ان الثقه هي العمود، يعني الفقاري للصحه النفسيه، ان الانسان اللي كيكون عنده ثقه بالنفس كينطلق، يعني الطفل ما كتخافش عليه، كيمكن له يدخل، كيمكن له يوجد مواضيع، كيمكن له يدير. بينما الطفل المسكين اللي ما تتكونش عنده ثقه بالنفس كيف قلت لك تيكون دائما متردد في المجموعه ديالو، كيخاف مثلا ما يجاوب في القسم او لا فشنو كيضطر كيخدم واحد الميكانيزم نفسي اللي كيولي ضريف بزاف. الانسان اللي كتشوف ضريف بزاف من هذاك راه ماشي لخاطرو، يعني كيقولوا هذا مجبر اخاك لا بطل، واحد المثل كي يعني بزاف يعني مش من تواضعه، تنقول انسان متواضع. نعم بزز منه لانه ما عندوش اختيار، هو يقول لا، ما يعرفش يقول لا، ما يقدرش يواجه، كي عنده اختيار واحد انه يقول نعم، وهذا كيخلق ليه واحد المجموعه ديال الامراض النفسيه من بعد، يعني ما كيقدرش يواجه. تلقى دائما الطفل اللي كيكون هكذا كيمشي مع الوليدات الصغار، يعني ما كيقدرش يعبر على نفسه، ما كيعرفش شي اجابه، لانه ما تدربش كيفاش يواجه هذه المواقف هذا. وبالتالي هاد الاطفال هادي هما اللي كيخصنا نحميوهم، يعني انا ماشي نحميوهم، يعني نحاولوا نساعدوهم باش نخرجوهم هادي، لان هادو هما اللي تيكونوا عرضه للاستغلال الجنسي في المواقع الاجتماعيه، وحنا كنعيشوا هاد المشاكل هادي مع الاطفال مع المراهقين. واحيانا اخطر من هذا، يمكن يتعرضوا للاستغلال الجنسي كيف قلت لك، وكيمكن يولي اتجاه مثلي، وحنا راه كيجيو عندنا ناس عندهم هاد المشاكل هادي ناتجه كلها على الثقه بالنفس. لان لماذا؟ لان هذوك الاطفال اللي ما كيكونش عندهم الثقه بالنفس شنو كيوقع لهم؟ يكون عندهم واحد الحرمان مثلا في البيئه ديالهم، من انه ما كاينش واحد الاشباع نفسي وعاطفي من جهه الاباء وفي الوسط اللي عاشوا فيه، وبالتالي اي واحد، اي بنت مثلا كيقول لها شي ولد لا برا انا كنبغيك، يعني وهي مراهقه، نعم، او لا كتسمعها في المواقع شي، او كيهتم بها، او لا كيسمع ليها، يعني كيهتم بها واحد الاهتمام اللي هي محتاجه ليه، كتولي كتسلمو يعني ذاتها، ولا بالنسبه ايضا حتى الاطفال الصغار ولا هذا. فهذا النوع ديال الاطفال يتم اصطيادهم يعني لا عبر الانترنت ولا عبر، لهذا فنفس الاباء ينتبهوا لهذه المساله هذه، لان احنا ما ننساوش اننا كنربيو انسان كيف قلنا دائما. فانا كمربيه، كام، كاب، خصني نفكر اولا شنو المسائل اللي قصرت فيها حتى خليت ولدي ضعيف الشخصيه، ولا يعني ما عندوش ثقه بنفسه، شنو هي الاخطاء اللي درت. يعني هذا ضروري غادي يلقى سبب، لان دائما كنقول ناريم، حنا دائما كنقولوا بانه ما وقلناش 98% احيانا كنقولوا 100% ان الاب والام خاصه في السنوات الاولى رغم ان الوسط اللي كيكون عايش فيه ذاك الطفل اللي يعني ما عندوش والديه فهو المسؤول الاول عن الصحه النفسيه عند الطفل. لان كنقولوا ايضا غير باش نعرفوا الثقه بالنفس، يعني هي شعور الطفل بالقيمه ديالو، يعني سواء امام الناس ولا امام نفسه، يعني كاين بعض الناس اللي كيكون مع نفسه كيكون مزيان، لكن امام الناس كيبدا يحس بالنقص. هذا ما خص داك الاعتقاد، خص يكون عنده واحد الاعتقاد راسخ بانه كيف يعني كيف كيكون وحده، كيف يكون مع الناس. لالا رقية، انا بغيت نطرح لك واحد السؤال،
واحد سؤال، لان كثير من الاباء والامهات بعد المرات ملي كنخرجوا الوليدات ملي كيشوفوا الزنقه كما كنقولوا كيشوفوا البراني كتزاد ثقتهم في نفسهم وكيوليو كيديروا بزاف ديال البساله اللي كيخلي الوالدين بعد المرات كيضربوهم كيغوتوا عليهم هذا قدام الناس. واش هذه طريقه يعني صحيا زعما واش طريقه صحيه نفسانيا بالنسبه للوليدات ولا لا؟ هما الاطفال كيت يعني يتصرفوا بتلقائيه وعفويه يعني ما فيها بس حتى داك الانسان اللي غادي يكون معنا راه غادي يكون فاهم على انه خصو يتصرف واحد غير هذاك ما تخرجش على اللياقه والاداب شي حاجه نقولوا غادي تمس بالاخر ولا شي تجريح ولا شي كلمه. وهادشي اللي كنخدموه في الدار مع وليداتنا يعني باش كندربوهم كيفاش كنا كيتعلموا الاداب كيفاش كيواجهوا الاخر بالابتسامه لان كيف كتبغي تتعامل الناس يحترموك انت كتعين التشجيع بطريقه ماشي حتى تنوضعوا تنوصلوا. وحنا هنا كنا الا كانوا هاد الاطفال هادو راه حنا مادام حنا في علم النفس ولا كاخصائيين كنقولوا مزيان على هاد الوليدات لانهم هادو كيكونوا واثقين من نفسهم لان الطفوله كتعبر على نفسها. هذاك الضرب اللي كيضربوا الوالدين قدام الناس لا هذاك لا حنا ما كنتفقوش معاه نهائيا ريما. المساله هذه انا ما كنتفقش فيها نهائيا لان الضرب بالعكس الا بغينا نقولوا الضرب هو كيزيد يحطم النفسيه ديال الطفل وكيزيد يخليه ما تكونش عنده الثقه بالنفس وكيمكن يعبر عليها بطريقه عدوانيه لان خصنا ننتبهوا خاصه مثلا هذاك الضرب اللي كيكون على الوجه. حنا كنعرفوا ان في المجتمع ديالنا ولا كثقافه الواحد كيفقد سميتو كيترشوا يعني الوجه هذيك راه اصعب الصف على الوجه ولا داك السب ولا الشتم ولا الصراخ هادو راه اكثر من الضرب. هادو انا من هنا كاع كنقول انه اخطر من الضرب انك تحطم انك تهز داك اليد بحال هكذا هو كيشوفها كبيره وتخطر الوليد ملي تيكون صغير. نعم كيشوف كيحس داك اليد كتنزلي على وجهه بمعنى انك انت ما تساويش ما مزيانش انت حقير انت فيها واحد التحقير واحد الاهانه للشخصيه لذاك الطفل. فلهذا خصنا نتبعو منها بزاف. الا كان العقاب يكون بطريقه ديك العقاب والثواب نزول له شي حاجه يعني ماشي بالضروري ان هنا كنحنا هنا خصنا سمحي لي لهذه الكلمه ولكن نقول بعدا خصنا حنا نربيو نفوسنا قبل ما نكونوا مربيين. وحنا بعد الكآبة بعد المرات على بعد المرات كنكونوا حنا ناقصنا شي مسائل ما كنكونوش عارفينها ما كنكونوش واعيين بها كنكونوا حنا تعرضنا لها في والدينا. كيف قلت لك هذاك النموذج الابوي اللي تربينا عليه كنعاودوا نشوفوا وليداتنا لكن يعني ما كيكونش واحد المجهود اننا غادي لان ملي كيحس الطفل بهذا الاهانه والتحقير شوفي نشوفوا ناخذوا مثل هاي اطفال مثلا في الشوارع ولا متخلى عنهم واخا عدواني وهذا ولكن كتلقاه في نفسه دائما كيحس بالحقره. هذاك الاحساس بالحقره راه ماذا كيتطور في المجتمع. حنا كنشوفوا نماذج في الفيسبوك اللي لان المغاربه حنا دائما عندنا ذاك الحقره ما هي الاولى ما كاينش الثقه بالنفس كنتسنى دائما الاخر هو اللي يعطينا ذاك الاحساس بالثقه بالنفس. لا حنا كنقولوا خصني نقوي نفسي ونولد يعني ولدي نقوي نفسيته من الداخل دائما ما يحسش بانه لان مثلا بعض الاطفال كيتعرضوا لاعتداءات كيف قلنا نفسيه ولا جسديه ولان هذا كتاثر على ديك الصوره الذاتيه ديالو من الصغر فهو دائما حاس بالذنب واخا هو ما داير والو ولكن كيبقى يحس بالذنب. نعم بعد المرات ايضا الطفل عاوتاني كيمر شي موقف الفشل يعني مثلا كيتصرف شي اما مثلا كيكون بحال هكذا سرق ولا كذب ولا جاب شي نقطه خايبه فكنبقاو دائما نجبدوه عليها صباح وعشيه انت درتي انت ما صالح الوالو انت ما كتخدمش كيمكن اجي الكسول ياك انا رقيه شنو نعم هذه كتقال بزاف وبهذه كتولي هنا برمجه سلبيه للذات وهادشي اللي كنخافوا منه حنا فهو من بعد كيولي يستدمج هذيك الفكره ديال الكبير ديال با ولا مو وكيولي ينظر نفسه لانه هو ضعيف هو فاشل مادام باباه وماما قالوها فهما عارفين نعم انا راه فاشل واجي زولها له من دماغه من بعد وكيجيو لنا ناس بحال هكذا كبير وما عندوش ثقه بنفسه لانه ما اكتسبهاش من صغره وما قادرش يخلي منها يعني داير واحد لانه مقتنع بها. ثم كاين واحد الاسباب ايضا عضويه بحال مثلا كاين الواحد اللي ما تيكونش زوين يعني توادرات الجمال مثلا كيكون الجسد ديالو قصير ولو انه حنا شفنا مثلا الناس اللي قصار بحال مثلا داك لاعب كره القدم ديال ميسي ولو انه مثلا لا هو النموذج ديال كيفاش انه كان شفاف نعم نديرو له الاشهاريك باش هو انا كنشوف الوليدات يعني كيعجبهم هذا لانه شي كيفاش قصر القمم هذاك هو اللي شويه بقصر القمم ما بقاش اشكال عند الوليدات يقول لك انا واخا قصير نكون بحال ميسي
حامين ولا لا هذيك ايجابيه من واحد الناحيه. قلنا ايضا كان بعض الاطفال اللي كتكون عندهم صحه ضعيفه كيكون كيدير نظر مثلا كبار ما كيشوفش مزيان مثلا شعره شويه مثلا حرش ولا هذا كاين شي بعض الامراض الجلديه اللي خاصه في المراهقه حيت كيكون حب الشباب كاين مثلا اللي كيتلعثم في الكلام ولا مثلا الاطفال المراهقين خلاص هادو عندهم واحد الحاله خاصه. مشكله المجتمع ديالنا كيبدا القب بحال مثلا هادو اجيال مشعكك يعني دائما كنلقاو شي صفه خايبه اللي كتلتصق بداك الطفل خصوصا مع الوسط ديالو اصدقائه تماما وكتبقى لفيقه به وبالتالي مسكين يعني كتشكل لي واحد فاللي كنقول انا زعما انه كيف قلت لك دائما حنا كنخلينا دائما نديروا بالنا حنا راه كنربيو ماشي كنهدموا لان المساله ديال الثقه بالنفس راه زعما اساسيه وراه الناس يمكن ما كيهتموش بها ولكن كتلاحظيها انا غير مثلا نلاحظوا لاحظتي واحد المساله مثلا ملي كيكون ديزانترفيو في اوروبا يعني مع الناس في الخطوه يعني في الشارع كلاش استجواب ولا كيفاش كنقولوا لها في الشارع مع الناس روبورتاجات يعني في الشارع كتلقي الناس كيتكلموا بواحد الطلاقه وبواحد الثقه بالنفس ما عارفين شنو كيقولوا حنا كتلاحظي الناس ما يعني ملي كنخط قدام الكاميرا كيتلف ما كيعرف ما يقول ولا ما كيلقاش الكلمات يعني هذا وهذا ماشي كنقول هذا بشكل عام ولكن غير كملاحظه ان نفس الشعوب العربيه عندنا مازال هاد ديك التربيه اللي شويه ما واعياش ما نضجاش كاباء كانفعاليين شويه لان المساله ديال الثقه بالنفس الامور هنا تحتاج للجانب العلمي اكثر لان حنا كنقولوا بان الانسان ماشي مهم يمتلك المعلومات حنا دابا كنبقاو الولد خصنا يخدم خصو هذا ولكن كنساو كيف قلنا الجانب النفسي لان باش انك يكون عندك كم كبير من المعلومات هائل تكون مثلا في الدره ولا تكون عرفت برلماني ولا تكون عندك يعني تكون مثلا وزير ولكن ما كيعرفش الانسان كيفاش يسير العواطف ديالو كيفاش اداره يعني يكون عنده اداره تسير القلق ديالو والصراعات ديالو كيفاش يتواصل كيفاش يعبر كيفاش يكون قائد سميتو كيفاش يكون فاعل في الوسط ديالو في المجتمع ديالو في الاسره ديالو هادشي هذا هو اللي حنا مثلا نعلموش وليداتنا وهذا هو اللي حنا كناخذوه على المنظومه التربويه ديالنا بشكل عام يعني كنكبروا كنعطيو المعلومات الكم الهائل ديال المعلومات معلومات منطقيه فكريه الى اخره ولكن ما كنربيوش اللي داخل الانسان ذاك القوه اللي الانسان كيحتاجها. نعم. انا في نظري كنقول الانسان اللي كان ناجح في حياته كان قوي نفسيا عنده الثقه بنفسه ما كيسرقش ما كيخافش عنده واحد هدف في حياته عنده قضيه عايش فيها في حياته يعني ماشي بالضروري يكون شي حاجه غنيه في حياته يعني يكون متواضع من الناحيه الماديه ولكن هو مرتاح داخليا يعني وعنده ديك القناعه. نعم. وعنده كيحس بالمسؤوليه. نعم. هذا هو اللي حنا كنقولوا نكبروا في وليداتنا. نعم. استاذه رقيه كاين ما بقناش تقريبا بقنا واحد جوج ديال الدقائق وبغيت من خلالها يعني تساؤل بسيط لان كثير من الاباء غادي يكونوا الان كيطرحوا يعني واش كاين هناك بعض النصائح اللي خاص الواحد يتبعها باش نكسبوا لوليداتنا واحد الثقه في نفوسهم. نعم انا اهم شيء هو وجود القدوه يعني الثقه بالنفس بالخصوص في هذا الموضوع هذا ملي كتكون القدوه وهذا شنو كيرجع ريم كيرجع للاباء كيف قلنا. نعم. هذوك الاباء اللي كيربي واش هما بعداك يعني عندهم درايه انهم كيفاش يسيروا الغضب ديالهم المشاعر ديالهم كيفاش انهم ولا واحد كيقدر الاخر راه كنلقاو الاب ما كيقدرش الام ولا كنلقاو الام ما كتقدرش الاب كتهينه او لا الاب كيهين الام اللي كيضربها. نعم. كنشوفوه وكنعيشوه فهنايا حاولنا حنا نتملكوا عند الاعصاب ديالنا قدام وليداتنا حنا كنقولوا تربيه الحال احسن من تربيه الاقوال. نعم. نقول لولدي ديالو انا ما كنديرش راه ما عمره غادي يتبعني اذا خصني بدا نكون قدوه صالحه شيء اللي مهم ايضا انني ندربوا على الاستقلاليه من الصغر يتحمل المسؤوليه ديالو يكون لك الحوار مع الابن يعني في وقت لان يقول لك بابا وماما راه كيعطيني وقت كيتحاور معايا اذا هنا كياخذ هو يعني الاستقلاليه ديالو كياخذ الثقه ديالو. نعم. ودائما ما نعطيش حلول جاهزه نخليه هو يبحث عليها هو يعني هو يلقى الحل لراسو نخلقو انا كاع مشكل ونخليه هو يلقى الحل بل اكثر من ذلك نقول مثلا ولدي شنو انا راه صحني الله يخليك شنو رايك في هذه شنو تقدر تقول فهنا هو الولد كيعجبو الحال انا كتفتح له واحد المجال النمو ديالو يخدم هو القدرات ديالو لا النفسيه ولا العقليه لان حنا راه كنفسدوهم حنا كنقوموا بكل شيء اسمحي لي ريم ولكن انا كنشوف مثلا في المدارس الحره او لا هذا كاين اباء اللي كيهزوا لك خطاب لوليداتهم. نعم. يعني راه واحد من المسائل كيديروها الاباء راه دون ما كيشعروا. نعم. الا حسيتي الوليد تخطب ديالو شنو كتسنى عندك الولد غادي غتهزيه طول حياتك تبقى يهزها حتى يتزوج تهزيه هو مراته ولادو كل شيء وتبقى دائما هزه وانت ما غاتعياش. نعم. هلا رقيه. ضروري. نعم تفضلي تفضلي.
فهذا الشيء اللي كنقول على الضروري اننا خصنا نديروا داك الثقه، لان الثقه هي فطره في السينما. لان كنشوفوا الطفل صغير ما كيخافش ما كيهجمش، حنا اللي كنكبسوا، حنا اللي كن، فلهذا خصنا يعني دائما كاع المشاكل هي التربيه الصالحه والوالدين يكونوا يكونوا واعيين شويه مع وليداتهم، يكونوا ايضا يستحقوا لقب ديال الاب ولا ام. فما هذه المشاكل كلها اللي كنتحدثوا عليها نكونوا كنتفاداوها. نعم، غير واحد النقطه مهمه، مثلا الولاد تفضلي بعجله يا تكسر لا الورقيه بعجله صافي غادي نساليو غير يهضروا لهم مثلا المسرح، لان كنلاحظوا تبارك الله الممثلين عندهم واحد الثقه كبيره بالنفس. نعم، هذيك اللعب او تقمص الادوار هذيك تخلي الطفل كيعيش جميع الادوار وبالتالي كيعبر. نعم، هذا هو اللي بغيت نقول، باش ما نطولوش بزاف. نعم، شكرا لك لاله رقيه الوري الاخصائيه النفسانيه، شكرا لك جزيل الشكر.